معاه ثلاث اسلاك الامن التنسيق والتعاملات في المزايا. التنسيق كذلك مع مديريه التجاره لقمع الغش في الميدان الاقتصادي. كما نعلم ان التنسيقيه الوطنيه للقايه من الفساد تتمتع بشخصيه معنويه والاهليه القانونيه، وهي تمارس نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني. كما تعمل التنسيقية الوطنية للوقاية من الفساد ببناء فساد إيجابي لصالح الأبعاد الروحية والفكرية والسلوكية. كما يستلم بناء دولة القانون والحريات وحقوق الرجل. وكذلك يستلم اقتصاد وطني منتج للشغل والثروة والعدالة الاجتماعية. وتعمل على مكافحة كل مظاهر الآفات الاجتماعية مع التوعية والتوجيه. والعمل على تحرير مكانة الجزائر وترقية دورها الأهلي الوطني الإقليمي والدولي. وتعتمد التنسيقية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف غير الأهداف المصرحة. كما يمكن التنسيقية إصدار نشريات إعلامية ومجلات ووسائل إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. بارك الله فيك. شكرا للأخ إبراهيم. على كل حال إخواننا ونسمعكم، يعني مجمل الأهداف التي تسلم اليها هذه الجمعيه. التنسيقيه الوطنيه للوقايه من الفساد هي كما ذكر الاخ ابراهيم هي جمعيه لكل الجمعيه. احنا بمبادره منا يعني وقناعه منا بضروره تدعيم الحركه الجمعويه المحليه على مستوى بلديه الابيعاء لهذه الجمعيه التي تنشر في هذا الغرض. يعني التوعية من الوقاية من الفساد أولا لا يخفى على أي أحد منا يعني المخاطر تاع الفساد. الفساد بشدة أنواعية وبشدة أشكالية. ثم تعرف الفساد هو عبارة عن آفة إذا دخلت في المجتمع تسقطه. كما نقول عفاك الله كما سرطان له عدة أشكال وعدة أنواع، كي سرطان تاع الدم، سرطان تاع العقل، سرطان تاع الرئة، سرطان يمس كاع أعضاء تاع الإنسان. كذلك إخواني هذا الفساد هو يمس كاع القطاعات الحيوية تاع المجتمع، إذا انتشر في المجتمع أسقطه. ولنا عدة أمثلة. الفساد الإداري الكل تعرفه، حقك تروح تديه لازم تخلص الكيما، هذا فساد. حقك تروح تديه يدير لك عراقيل بيروقراطية، هذا فساد. هذا ما فساد الإداري، الفساد السياسي كاع تعرفه. نهار كي تجي الانتخابات تشوفوا كيفاش الناس اللي أصحاب الكفاءة، الناس اللي لهم قدرات، الناس اللي فيهم مقاييس تؤهلهم باش يكونوا أهل المسؤولية، هذوك ما يقولوش. نهار اللي يجيو اصحاب المال الفاسد واصحاب الشقاره يجيبوا الشقاره تاعهم ويدخلوا في اللعبه السياسيه ويقلبوها. هذاك اللي كان تحت يردوه لفوق واللي كان فوق يردوه. هذا نوع من الفساد، هذا شكل من اشكال الفساد. الفساد المالي الناس كاع تعرفه، تبييض الاموال، لابس القروض. تروح عندك حق باش تدي قرض على مستوى وطني ما يقولكش لازم تقدم تشيكا. يعني هذا هو اللي كان الحكومه مع كذا علاش ضحكت. واش هو الفساد؟ الناس الكل تعرف واش هو الفساد كما يعرفوا الناس كما يعرفوا الصراحه. اذا اليوم كما قلت مساهمه منا احنا بمبادره من ابناء البلده. الناس اللي قال لك ما يحق لك غير طفرات وما يمكن لك خطر، وراش يجيبوا الناس من الاخرين باش يجيو لنا شي يديروا لنا مبادره كما هذه ويقولوا لنا نظرا للاوضاع المزريه التي اهلت اليها بلديه يقتضي باش تكون حركه جمعويه على مستوى البلديه الثالثه نشر الوحدة والاخبار. اذا قناعه منا احنا
المجال اللي تشرف فيه هذه الجمعيه. اليوم احنا يا صديق كيفاش راح تكون المساهمه تاعنا؟ احنا في البدايه اللي فاتت كان طلبت الاخ ابراهيم وقال لي من خلال تم تصدير يعني شكل اشكال الوقايه هو التحسيس. اولا احنا الجمعيه الدور تاعنا توعوي، الجمعيه الدور تاعنا تحسيسي، يعني بلقاءات مثل هذه لقاءات قويه عندنا انشطه اللي تكون على مستوى الجمعيه نقوم باش نحسن كيما المرضى قبل ما نروحوا للعلاج نروحوا للوقايه اللي يمكن ماشي كورونا في بروتوكول وقائي في تدابير وقائيه في بروتوكول صحي باش نتوخاو باش نجتنبوا الاصابه بالمرض. كذلك في لاكوليكسيون، كذلك في الكوليسيون مازال واش لازمنا؟ لازمنا طرق وقائيه، طرق وقائيه هو التحسيس هي لا سونسيبيليزاسيون اننا ننظم لقاءات مثل هذه باش نحس باش نحس بعض الضغط عن الفساد. وكيفاش راح تكون هذه اللقاءات؟ كل لقاءات كيما هذه. احنا المشكل تاعنا في نابعة ما كاينش لقاءات ما كاش يا با دو ديالوغ ما نتناقشوش عمرنا ما فتحنا المجال لبعض الضغط باش نتناقشو وهذا ماشي عيب هذا ماشي عيب. انتم تعرفون يا اخواني باللي نجاح اي نقاش اي فلسفه اي فكر اذا بني على الحوار راح يكون يلقى راح ينجح. احنا خير من اللي يسبقونا خير من السنه الفلانيه. الرب سبحانه وتعالى عندما بعث فينا رسلا قال وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. علاه؟ ما كانش قادر يدير بعد يفكر يقول له روح 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 اللي ما يديرش يدخل الجنه. لا راح شاورهم. حتى الخطاب الديني جاي من عباره عن جاء عباره عن استشاره جاء عباره عن حوار. ربي سبحانه وتعالى قال له وما منعك ان لا تسجد لها. حاول حاول. اذا احنا علاه؟ احنا علاه ما نتحاورش؟ احنا علاه ديننا اللي نعمل سياسيه مغلوطه؟ احنا ما نعرفش المشكلة لا في البلديه لا في الولايه. تمشي حتى تشوف حاجه جديده. عمرنا ما كانت كاينه صديق الديالوج. بالرغم تعرفوا الجواب واش يقول لك مثلا في راسي يقول لك دو لا ديسكسيون جاي لا ليدير كي نتناقشوا حتى نتخيل. احنا اذا اليوم كما قلت مبادره منا ان شاء الله باش يكون هذا النوع تاع اللقاءات مستقبلا ماشي غير معنا حنايا مع كاع ممثلي الحركه الجمعويه على المستوى تاع البلديه. اليوم هذا الجمعيه اللي جمعيه دير اسبابي تتحصل على لاغريمون وتخبي يعني يكونوا كان من مناسبات مناسبات وفي بعض الاحيان يكونوا عباره عن لجان مسالمه يسجلوا المسؤولين. قال يوم جماعه حبوا يخرجوا في رئيس دائره او في رئيس البلديه يديروا بيتيسيون ويروح يجيبوا جماعه اخرين ولا يدخلوا في البيتيسيون ولاو لجان مسالمه. والوضع على المستوى المحلي وضع مزري في شتى القطاعات. اذا احنا كحركه جمعيه او كجمعيه يعني ايمانا او ضروره وضع الوضع المزري للرفيع راكم تشوفوا فيه ركود ركود ثقافي ركود سياسي ركود اجتماعي نشاط جمعوي مجمل. علاش؟ باسكو القضيه ما كانش المبادره ما كانش المنور ما كانش الناس اللي يبعثوا روح المبادره يعني خط روح المبادره بين كاين نشاط جمعوي بين كاين حركه جمعويه اللي راح تدعو بالايجاب يعني راح تكون تخدم للصالح للصالح تاعنا. اليوم احنا رانا نشوفوا بعض السلوكات بعض التصرفات السلبيه. احنا كان الكمال لله حتى واحد ما كمل. اذا احنا ان شاء الله في هذا الاطار هذا راح نباشر في برنامج عمل الهدف منه هو التوعيه من الفساد. الفساد بشتى الوالد بكل انواعه وبشتى اشكاله. راكم تشوفوا الوضع فينا قوانين تاع الجمهوريه واضحه هي تقولها
فساد على في الأربعة في طرق بلدوية بلا فساد. بلا خطيئة الجمهورية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة أبلغ رسالة للشعب الجزائري ودير رسالة للشفارة ديما بالشباب لا كاتيجوري بيجان ويعرف بلي الصح في المجتمع الفئة يعني حساسة في المجتمع هي فئة الشباب حبوا ولا نكرهوا هذه في الفيديو هذا منطق انا ضبط من هذا الجيران الفيديو اللي انشا ما نجيش راح نفكر بما انشا ما فكرش بما عنده كل قدرة عنده قدرات فيسيولوجية عنده القدرات العقلية عنده الكفاءة العلمية عنده المستوى العلمي باش يكون احسن من الاخرين نحبونا لك فمباديس الشيخ لعنا قال لنا يا نجم انت رجاؤنا وبك الصباح هذا الان قال للشيخ كل واحد له وقته الشباب يحبونا نكرو اذا هذه اوبر بارونتيز قلت البارح كان ابرق هذه الرساله وين انطلق الفساد قال يعني الممارسات تاع البيروقراطية الممارسات تاع المحسوبية يعني سلوكات سلبية تنخرط المجتمع ممارسة من طرف من طرف المسؤولين نعاود نولي ننطلق فيها حنا فيها لأن الجمعية تاعنا جمعية إقليمية محلية ما تنشطش خارج إقليم بلدية تاعنا حنا نبقاو غير في الأربعة باسكو نعرفوا بعضنا بعض مليح ونعرفوا كاع المشاكل تاع الاربعه في كل قطعه جنوب اسمع باللي القطعه تاع ارض الدلوان وقت تاع ارض الدلوان قد 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 ترمي يعني ارض جرداء ما نحتاجوهاش ربما كاين الاراضي اللي يقولوا فيها ملف ارض كان فيها ملف عمومي ارض كان فيها مركب ارض كان فيها ملعب كان برنامج كافي برنامج محلي ستاتيان يكون فيه جاء تشنو وزير كان الدولة خصته ميزانية بقدرة قادر حتى أصبح مصلحة نتاع واحد دار مصلحة بين خبير برامج وفي جيب حنا ورايا نتاع الحرب دون لو كادر دو لانفستيسمون تحت طاقة الاستثمار هذا الاستثمار إذا علاش حنا الدرجة بسبب الفساد وبسبب السقوط تاعنا في المجتمع لأن بعد ما سبت إطار قانوني اللي جاء مخطط ولا يجي يسبب واحد يقول لك اسمع يوم يشوفوا في الفريال واحد الفريال ولا لا هذا يكون